اهلا بيكم في قناة سوبر سما وحلقة جديدة من لعبة جنسن امباكت والسبريال ابيس. مكمل معانا، احنا هندخل مع بعض دلوقتي فلور فور، الطابق الرابع، وبرضو هتلاقونا زي الطابق التالت. عندنا هنا تاني مرحلة جبنا فيها نجمتين اتنين بس، فعايزين نشوف هو بينصحنا ندخل بايه. بيقولك الالكترو دامج لازم ندخل بيه. اوكي، احنا عايزين شخصية الكترو تدخل معانا في التيم، واحنا طبعا شخصيتنا المطورة، الشخصيات مش قليلة قوي بس المطورة قليلين. ما عنديش غير اتنين بس ليفل 70 على قد العالم بتاعي، وورلد ليفل 3، والليفل بتاعي اصلا ليفل 35. فعايزين نشوف كده احنا مشكلتنا هنا، احنا مشكلتنا هنا، يبقى احنا مشكلتنا ان هم هينزلوا كتير او في التجميع زي ما اتفقنا، وعايزين حاجة الكترو. طب خلونا كده نظبط التيم مع بعض. اوريدي اوريدي مش هندخل بيويميا، لان يويميا اوريدي احنا هنطورها وكل حاجة، بس انزوما لسه مش مفتوحة عندي دلوقتي، هنفتحها واحنا بنعمل المهمات علشان هي ليها مهمة. فهندخل لا زونجلي دايما بيبقى تاني واحد لاني بحطه بعد الدي بي اس. اوكي، هل بقى احنا ندخل بفشل كالكترو ولا ندخل بكيتشنج ان هي 5 ستار بقى والجو ده؟ فتفتكروا نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ وعلى فكرة كيتشنج مش تبقى ضعيفة قوي يعني في الفلور دوت، وفي نفس الوقت مش هتبقى قوية قوي، بس السكيل بتاعتها الكبيرة هتنفعنا بصراحة، هتنفعنا وهتنفعنا جامد جدا. ولا ندخل بالاتنين؟ ندخل بالاتنين احسن. اوكي، ما احنا مش هنضرب برضو بكيتشنج، فاحنا عايزين حاجة. بصوا احنا هنجمع، احنا هنجمع ونضرب، احنا هنجمع ونضرب، هيبقى فيصل، لان بالنسبة لي فيصل سبورت اقوى، وبصراحة كيتشنج مش قوية قوي يعني كدي بي اس، هو مفيش حاجة مش قوية بس هي طريقة لعبها صعبة شوية، واحنا عاوزين ننجز في الوقت. فخلونا نجرب التيم ده كده زي ما احنا عملناه في فلور 3، نجرب ونخليها على الله كده احنا بنلعب. يلا يمكن تنفع معانا، ويمكن نغير التيم ونعيد نفس المرحلة تاني، بس مش هنعيد الفلور كله مع بعض، لا هنعيد مع نفسي، واسجل لكم الحتة بس اللي نقع فيها. عايزين ايه؟ خلينا في الاليمنتال ماستري. الاليمنتال ماستري دي اللي هي السكيلز الكبيرة، والاليمنتال سكيل اللي هي السكيل الصغيرة دي اللي هي مش بتاخد وقت كبير. فولا نخلينا في الاتش بي، لا مش عايزين اتش بي ولا عايزين سرعة، هو خلينا في الاليمنتال ماستري. قشطة، يلا بينا نبدأ الفرم. يلا تعالوا نجمع، تعالوا نجمع عشان موضوع التجميع نجح معانا جدا في المرة اللي فاتت. اوكي تعالوا تعالوا، يلا يا جماعة، هم اصلا ملزقين يعني، هو في المرحلة دي بيبقوا ملزقين. يلا 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 يلا، وفعلا هو زي ما قالوا الالكترو هيدينا دامج زيادة بتاع 75%، وده حصل. يبقى احنا كان المفروض فعلا ندخل بكيتشنج، يعني احنا دلوقتي لو ما جبناش ال9 نجوم يبقى الغلطة من عندنا، ودينا عرفنا. جمعلي بقى كل ده يا معلم مع بعضه، جمعلي كل ده يا معلم، يلا خدوا السكلايه اللذيذه اللي هتسبقكوا. حبكت يا اسطى، حبكت تختفي، هنظبطك بقى. اعتمادنا الاول والاخير في فلور 4 على الالكترو. اوكي دونت ويست ماي تايم،
ماشي ماشي. تعال تعال. ماشي. على فكرة احنا مش هنجيب الثلاث نجوم لسبب، احنا اتأخرنا قوي، مع ان انا جايباهم عادي قبل كده، بس موضوع التيم ده فرق معانا فرق معانا. مش فارق، مش فارق معايا انا، لان كده كده انا واخده الهديه بتاعت اول ثلاث نجوم، فالموضوع تمام يعني اوريدي، مش ضروري ان احنا نعيد مع بعض المرحله دي، كده كده انا مخلصاها. بس احنا كده عرفنا الغلطه فين، يعني احنا كده اوريدي عرفنا الغلطه فين. اليمنتال ماستري ولا اليمنتال، عايزين السكيل، لان الاليمنتال ماستري مش يعني كده كده وقتها طويل. احنا مشكلتنا بقى في هنا في الطابق ده، في المرحلة دي. يلا جمع 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 جمع، خدوا بقى النس. يلا نجمع تاني. في حاجة واحنا بنجمع ناسيين نعملها، النيزك الناري اللي بيظبط لنا الأداء كله. يلا جمع. محتاجين نكسر الدرع بتاع الشخصية الرزلة دي، وبجد هي شخصية رزلة جدا يعني. ماشي ماشي، هما دول بقى اللي بياخدوا مننا وقت طويل جدا. دول بياخدوا مننا وقت رهيب. يلا نديله النيزك الجديد بتاعنا، ما جاش فيه اصلا. والله احنا نحس، والله احنا نحس، وهي المشكلة هتبقى هنا على فكرة لو احنا خسرنا النجمة دي. ها تلات نجوم ظبطناها. هي الفكرة في الالكترو، زي ما قلت لكم الفكره اصلا في الالكترو. وعلى فكره الطبق المرحله الاولى في فلور 4 اللي هو شامبر 1 جبناه نجمتين، بس السبب ان احنا كنا بننسى نحط النيزك الناري بتاع زونجلي بعد ما بنجمعهم. اذا كده سكروس من اقوى الشخصيات اللي بتجمع الوحوش. ولعلمكم بقى سكروس مش معايا في الاكونت اللي فيه شاوي، يعني اللي هو اللي فيه الداهية كلها اللي محتاجة تجميع الشخصيات، لان شاوي بيحب يجمع الشخصيات جدا، لان السكيلات بتاعته جماعية اصلا، مش بيضرب شخص واحد، ما انتوا فاهمين شاوي. بس شاوي اللي في اللعبة مش شاوي الحقيقي اللي هو صاحبي الكلب بتاعي، لا. اوكي يلا نيزك، محتاجين نجمع حاجة أصلا. يلا الصقر بتاعنا اللذيذ، هنديهم السكيلات التجميع، ونعد لهم الصقر تاني، ونعمل درع.
خلصنا الدرع بتاع واحد منهم، ندي الشق. ماشي ده كده خلص. يلا يلا اللي بعده. خد بقى انت دي، يلا مش خسارة فيك. دن كده فلور فور خلصناه بمنتهى الأمانة والشرف. بس هي الفكرة مش هدخل خبط ورزع وخلاص كده واضرب باللي انت يعني في اللي انت عايزه وخلاص، لا هو اهم حاجة تستخدم السكلات بالطريقة الصحيحة. ناخد بقى هديتنا فلور فايف، مش هندخله دلوقتي او مش بالاكاونت ده، لان فلور فايف عايز شخصي تيمين زي ما قلت لكم، احنا لو حاولنا ندخل عايز تيمين، وانا مش مظبطه التيم التاني بتاع يويميا، مش مظبط خالص. اي سبورت عادي، انما الدي بي اس انا معتمده على اتنين، نينج وانج ويويميا، ويويميا لسه ما ظبطتش. بس المهم خدنا الهديه بتاعتنا، تعالوا كده نشوف يمكن نفتح مثلا. لا مفيش. مفيش. بس كده دي كانت حلقه النهارده، يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتدعمونا وتستنونا فيديو جديد من قناه سوبر سما.